معي على الهاتف النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل. تيسير بيه، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، لسيادتك وللساده المشاهدين ولكل الناس حبايبك. يعني واحنا بنتكلم على الشكل الجديد والجوهر الجديد لهذا الكرنفال السياسي زي ما بقول، او مخرجات العمليه الانتخابيه اللي ادت الى وجود حزب له الاغلبيه بحوالي 2 او 53% وباقي الاحزاب بتعتبر في تنوع في الاراء، تنوع في الافكار، والمعارضه ايضا لافراز حياه سياسيه حقيقيه وفاعله. كيف تقرا مستقبل مصر الحزبي خلال الفتره القادمه من خلال نتائج الانتخابات الحاليه؟ الحقيقه حضرتك انا هتكلم بمنتهى الصراحه والوضوح. بداية أقول إن اللي حاصل دلوقتي في وجود زي ما سيادتك قلت كرنفال حزبي متنوع في البرلمان سابقة الأولى في تاريخ الحياة النيابية في مصر، لم تحدث في كافة العصور إن يبقى في مجموعة من الأحزاب بالشكل ده داخل البرلمان. شفنا من أيام أنا كنت نائب في 2000، شفنا في 2000 وبعد كده حوالي 3 أحزاب 4 أحزاب حزبين، لكن ما شفناش 12 و15 حزب موجودين في تكتل تم بالقائمة بداية ثم انتهى بوجود عدد من الأحزاب داخل البرلمان، منها حزب طبعا مستقبل الوطن اللي احنا كلنا بنعزه، حزب قوي موجود بيمثل الأغلبية، وده شيء طبيعي ان في الدول المتقدمة كلها حزب بيمثل أغلبية الأغلبية داخل البرلمان، وأحزاب أخرى منها اللي بيبقى في نفس الاتجاه ومنها اللي بيبقى معارض. والمعارض من وجهة نظري يا فندم ان المعارضة مش وحشة، بالعكس المعارضة شيء إيجابي وبيسري الحياة الديمقراطية. في نفس الوقت بنقول ان كلنا بنجتمع على هدف واحد وهو حب مصر، كل واحد من وجهة نظره بيقول وجهة نظره في الموضوع، حتى لو كان من المعارضة أحيانا بيبقى رأي المعارضة رأي سديد وبيؤخذ به من الأغلبية. فاللي أنا شايفه إن شيء عظيم جدا بيسري الحياة النيابية والحزبية والسياسية والديمقراطية في مصر، لم يحدث وحدث في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحسب له من ضمن إنجازاته القيمة اللي كلنا بنشيد بها. تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، شكرا لحضرتك.